23 سنة في هذه السنوات المباركة نزل القرآن وشرع النبي عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام وبين كل شيء تحتاجه الأمة من هذا التشريع صفة صلاة الكسوف، وهذه الصفة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هذه توسل إلى الله عز وجل ودعاء له واستكانة وخضوع لله وسؤال لرب العالمين أن يرفع الكرب، فإن الولي يكشف الكرب إلى الله ولا يرفع البلواء إلى الله عز وجل. وهذا الكسوف هذا الكسوف كان من أسباب الفزع للمسلمين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفزع ويخاف إذا رأى سحابا قبل أن يمطر، يخاف أن ينزل أن يكون به عذاب. ولما كسبت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه ان الذي رواه النسائي ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج يجب ثوبه فزعا فاتى المسجد فصلى حتى تجلت الشمس، وقال الناس كما في حديث عائشه ان الشمس كسبت لموت ابراهيم، موت ابن ابراهيم عليه رضي الله تعالى عنه، موت ابن النبي عليه الصلاه والسلام. فاراد النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يصحح للناس العقيده وان يثبت فيهم التوحيد وان يجنبهم الاوهام والخزعبلات، فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يكسبان لموت احد ولا لحياه، فاذا الصلاة التي شرعها الله تبارك وتعالى رحمة لعباده، هذه من أسباب دفع البلاء ومن أسباب جلب الخيرات.